السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي الطلبة والطالبات، الأخوة والأخوات من مصر ومن خارج مصر، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من كون، مش نكون كلمة بقى، كون جملة. كون جملة. كون جملة يعني هنكون كلمات تكون لجملة. زي ايه؟ هنقول مثلا ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولمن خاف مقام ربه جنتان. ناخد سطر بس كده الاول بالمسطره الطويله بتاعتنا ديت اللي كل شويه القلم يتمسح من عليها، مش عارف ليه، ليه القلم بيتمسح مش عارف انا بصراحه. فاحنا بنحاول تاني اهو نعمل سطر جديد اهو ونحاول ايه نكتب. يا رب ما يتمسحش، كل شويه القلم يضرب، ان هو مش قلم سبوره بس برضه بيتمسح من على السبوره دي مش عارف ليه. والمسطره طويله قوي اطول مني. ناخد كمان سطر. ناخد كمان سطر. طويله قوي المسطره. ولمن خاف مقام ربه جنتان. واحدة واحدة. هو قال لي ايه؟ ولمن. 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 ماشي يا سيدي. هنكتب. و. هاخد الكلمة في دماغي اهو. كلها. وابدأ اقطعها حروف. و و يبقى الواو. و يبقى الواو عليها فتحة. ركز معايا، ما كملش بقى بعد الواو، اجيب الكلمه من الاول تاني في النطق. ولي. ولي يبقى اللام. واللام تحتيها كسره. ولي. ولي ما اقولش ما كملش بعد اللام، لازم ابدا اقول الكلمه تاني من الاول في دماغي عشان اجيب الحرف اللي بعد اللام. وبالشكل ده لازم انطق دي مع دي عشان اجيب التالت، وانطق دي مع دي مع التالت عشان اجيب الرابع كده. مش انطق بعد اللي انا كتبته، لا، ابدا انطق الكلمه، تنطق الكلمه من ايه؟ من اولها. ولي ما 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 ميم. ما يبقى الميم على فتحه. ولي من اهو، شفت انا نطقت الكلمه تاني ازاي؟ ما جبتش بعد الميم وقلت ايه اللي بعد الميم؟ هتلخبط واعمل خطا. لا، لازم اجيب الكلمه من الاول. ولي ما انطق كده. ولي من. هو قال لي ايه؟ ولي من ن ن ن نون. ولي من. النون على ايه؟ سكون. برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك يا استاذه. استاذه هبه بتشوفنا، والاستاذه منى، وكل الاساتذه الجمال جدا اللي بيشاهدوا الحلقات ديت. بصراحه انا بشكر الجميع، والله انا بشكركم جدا، لان انتوا بتشجعوني ان انا اطلع كل اللي عندي. ولمن خاف، هو قال لي كده خاف. شفت قال لي ايه؟ خاف. خاف عمل ايه؟ ما ادي لي اكتب حرف الخاء الاول. خاء. خاء على السطر ليه؟ لان لسه الكلمه ما خلصتش. ها؟ ولمن خاء. خاء. ايوه ده فيها مد. ما انا يا استاذ باجي اكتب يعني بغلط تاني. طب احنا بنغلط ليه يا حبايبي؟ طب هي مد بالايه؟ بالالف. ليه مد بالالف؟ لان الحرف اللي قبل الالف عليه خاء. ده المد وده الممدود. الحرف الممدود دوت عليه ايه؟ فتحه. حرف الخاء عليه فتحه. وطالما حرف الخاء عليه فتحه وممدود يبقى مد بالالف. طب احنا بنغلط ليه يا حبايبي؟ عشان ما تغلطش في المد ولا تغلط في الشد. يا ريت تقرا الكلمه مره بس، تقرا قراءه صحيحه مره واثنين وثلاثه واربعه، واكتبها مره واثنين وثلاثه، وبعد ساعه واثنين ابدا اقرا نفس الجمل دي تاني. صدقني التعليم اسهل ما يكون.
أقسم بالله التعليم أسهل ما يكون، تعليم القراءة والكتابة والإملاء أسهل ما يكون، لكن عايز منك شوية مجهود، عايز منك شوية مجهود. مجهود إنه إنك تقرأ مرة واثنين وثلاث، القراءة الكثيرة مرة واثنين وثلاث، بس تقرأ قراءة صح، الممدود ممدود والساكن ينطق مع اللي قبله ماشي، والمتحرك وحده أنا أنطق نطق صح ونطق سليم. لو نطقت نطق سليم ونطقت كتير مره واثنين وثلاثه والجمله كتبتها مره واثنين وثلاثه، صدقني الكلمه ليمان دي هتقابلك كتير خالص، كون هتقابلك كتير خالص، بسم الله الرحمن الرحيم هتقابلك كتير خالص، جمله هتقابلك، كلمات الكلمات مكرره. فانا لما اقرا الكلمات دي قراءه جيده مش احفظها، اقراها مره واثنين وثلاثه واكتبها على الغايب مره واثنين وثلاثه، هي ثبتت في الذاكره. ولما تثبت في الذاكره مجرد ما اشوفها انا اقراها ومجرد ما اسمع الاستاذ بيقول لي خافة ولمن خافة على طول، حتى ما مدليش قوي يعني ما وضحليش المد، هبقى عارف ان الكلمه دي فيها مد ماشي. يا ريت يا ريت حبايب قلبي، يا ريت حبايب قلبي يهتموا شويه بالقراءه الصحيحه السليمه، يقرا كتير، واللي يقراه يا ريته يكتبه مره واثنين وثلاثه ويرجع يقراهم تاني ويرجع يكتب، يشوف هو بقى شكله ايه في الكتاب، ولو في اي حاجه قول لي، انا عيوني الاثنين لكل الناس. نرجع لدرسنا. ولمن خاف ف ف ف، وراح جاي حبيب قلبي عامل لي كده ف، لا هو ما قاليش ولمن خاف، لا قال لي ولمن خاف ف، يبقى اذا الفاء عليها ايه؟ فتح. ليه الفاء ما شبكتش في الالف؟ لان الالف من الحروف الست، الالف من الحروف الايه؟ الست، اللي يشبك قبليها يشبك ما قبله، يشبك فيما قبله ولا يشبك فيما بعده، يعني يمسك في اللي قبله واللي بعده ما يمسكش فيه. طب ايه هم الحروف الستة؟ بنكتبهم تاني يا حبايب قلبي. الالف، ومقصود بالالف اللي هو الالف عليه فتحه، اسف عليه همزه او ما عليهوش همزه، ده الالف يمسك في الحرف اللي قبليه بس، الحرف اللي بعديه لا، اتجاهه كله يمين، اتجاهه كله ايه؟ يمين. طب وايه تاني؟ والدال اتجاهها يمين برضه، تمسك في الحرف، والذال والراء والزاي والواو، دي اسمهم الحروف الستة، الحروف الستة ماشي، بيتجهوا اتجاه واحد بس، لهم ايد اليمين بس، الايد اليمين بس هما اللي ايه؟ ماسكين فيها الحرف، مش دي ايديهم اليمين، مش ده اليمين وده الشمال، يبقى هما لهم ايد واحدة بس بتمسك في اللي قبل، مالوش الايد التانية. طب يعني الايد التانية هعمل فيها ايه؟ ماليش دعوة بيها وملوش ايد اساسا عشان احط حرف الفاء فيها ماشي؟ يبقى الفاء ليه ما شبكتش في الالف؟ لان الالف من الحروف الستة اللي بتشبك من جهة اليمين بس، من جهة اليمين. ركز معايا ماشي يا حبيبي. ولمن خاف مقام، 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 ولمن خاف مقام، مقام. طب واحدة واحدة يا استاذ والله، ما اول حرف ايه يا استاذ؟ ها انت قلت لي ايه اسمها ايه؟ اول قول لي اول حرف. لا مش هقول اول حرف، انت خد الكلمه كلها في دماغك وابدا انت قطعها حروف. ها الكلمه اسمها مقام، يبقى اخدها ايه؟ قال لي ما ما، يبقى ميم. ما انطقش الكلمه كلها يا حبايبي واكتبها، لازم انطقها حروف، انطقها كلها اي بس لازم انطقها، لما اجي اكتب انطقها حروف. ما، وما انساش التشكيل بتاعها، فتحه او كسره او ضم. ما قا، اخد برضو الحرف تاني اللي كتبته لازم اقراه تاني مع الحرف اللي بعده. ما قا قا قا، يبقى قاف. واحنا قلنا القاف تكتب كده ليه؟ ما تكتبش ليه كده برقبه كده؟ لا ما تكتبش برقبه، تكتب برقبه امتى؟ سواء هي او الفاء، تكتب برقبه لو هي جايه في اول الكلمه، تكتب بالشكل ده. طب لو جايه في نص الكلمه بشيل رقبتها خالص واحطها على السطر. ولمن خاف مقا قا، يبقى القاف عليها فتحه. مقام، مقا ده مد لي، مقا مد بالياء، بالياء يا حبايبي؟ لا مش بالياء،
مقا مد بالالف زي دي بالظبط مقا. طب الالف عليه فتحه؟ لا، ولا كسره ولا ضم، ما عليهوش حاجه خالص. مقا. ولما اجي اقول بقى، بس اما نكمل بيت الكلمه، ولمن خاف مقام مقا. شفت القاف اتمدت ازاي؟ هي الوحيده اللي اتمدت. مقا. شفت الميم قلت ايه؟ ما، ورحت قال ايه؟ مقا على طول. مقام ما. ليه الميم؟ نفس القصه، لان الالف والدال والزال والراء دول بيتجهوا اتجاه اليمين بس، دول من اهل اليمين، من اهل اليمين يعني بيشبكوا في الحرف اللي قبلهم بس، اللي جاي من عند اليمين، الحرف اللي بعده مشبكش فيه. طيب ولاحظ حاجه، لاحظ ان حروف المد الالف ما عليهاش همزه، وحروف المد سواء الالف او الياء او الواو لا تنطق. لما انا قلت كلمه خافة نطقت الحرف الخاء والفاء بس، مقام نطقت الميم والقاف والميم بس، ما قلتش مقاء مقاء ما، لا قلت مقا وطلعت على طول، اتحركت بسرعه على الميم اللي بعدين. مقام. ولمن خاف مقام ربه. ربي رب الله ربي ربي. طب هناخدها واحده واحده. ربه اول حرف ايه؟ را. هنكتب الراء الاول وبعد كده ربنا يسهل ان شاء الله. را، يبقى الراء عليه ايه؟ فتحه. برافو عليك. رب ب ب ب ب ب بص بقى اهي، رب ب ب اهي عليها سكونه، شفت بقى؟ لسه اهو. رب بي بي ده في بقى تاني تحتيها كسره. لا يا حبيب قلبي، مش بقى تاني تحتيها كسره، ده هي بقى واحده لكن عليها شده وفتح. ايه اللي عرفنا يا استاذ؟ لان انا نطقت حرف الباء مرتين بس بشرط. ينطق لو نطق حرف الباء اي حرف لو نطق مرتين بس بشرط الحرف الاولاني ينطق عليه سكون، والتاني بقى مش مشكله ينطق عليه كسره ضمه، يبقى هو اصلا في الاصل حرف واحد لكن عليه شده. وايه دي بقى؟ ربي بي، يبقى شده وكسره. يبقى ما اكتبش الحرفين الاثنين لان الاستاذ نطق الحرف مرتين اثنين. ينطق الحرف مرتين يتكتب عليه شده وفتحه بقى شده وكسره حسب ايه؟ وضع الحرف الثاني. طيب هعرفه ازاي؟ ركز معايا. انا قلت رب ب، الباء هنا على ايه؟ سكون. لو الباء اتكررت تاني بعد السكون يبقى هي اصل الكلمه باء عليها شده اللي هي السكون. رب بي 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 وكسره. ولمن خاف مقام ربي هي هي، ما اكتبش بقى هي باء وحبايب قلبي روح جاي كاتب لي حاضر يا استاذ انا عارف. ربي هي يا راجل، ده دي اسمها ربه. مش انت قلت لي يا استاذ ربه؟ طب ما هتنطق معايا بقى الهاء دي. ها؟ مش دي هاء؟ صح. مش دي هاء؟ صح. مش دي هاء؟ صح. هنحط تحتيهم كلهم كسر وانطقهم كده. ها؟ هي هي هي. طب ما انا بقول ربي هي ربي هي، ما تستعجلش وتكتب مد على طول كده بكل سهوله، لازم المد يبقى واضح قدامك. ربي هي ربي، انما دي بقى اسمها ايه؟ ربي هي. طب لما اجي اكتب الهاء بقى يا حبايب قلبي انهي هاء تتكتب؟ ها الهاء دي ما تنفعش يا استاذ عشان دي بتيجي في اول الكلمه. برافو. وفي نص الكلمه الهاء دي برضه ما تنفعش يا استاذ، دي بتيجي ليه؟ ما ربه اخر حرف هاء، ودي بتيجي بتيجي فخر الكلمه مع الحروف السته بس اللي هو الالف والدال والزال والراء والزاي والواو. يبقى الهاء دي بتيجي مع الحروف السته، ماشي؟ الهاء دي سواء الهاء يا حبايبي او التاء المربوطه برضه اللي زيها، تاء مربوطه يعني زيها بالظبط كده بس عليها نقطتين.
برضو بياتوا مع ايه؟ مع الحروف الايه؟ الست، يعني قراءه اهي، قراءه، مش الاء الهمزه دي تعتبر الف؟ اه، التاء المربوطه دي هي اللي تيجي معاها. طب لو هاء تيجي معاها، يبقى الهاء دي يا حبايبي بتيجي في نهايه الكلمه لكن مع الحروف السته بس، ودي بتيجي في اول الكلمه وفي نصها، يبقى فاضل دي، دي بتيجي ايه؟ في اخر الكلمه مع الحرف المشبوك. اه ده هتشبك في اهي، اهي واضحه ان هي عايزه تشبك في حرف اهي. ربه هي، يبقى الهاء تحتها كسر. ولمن خاف مقام ربه، هنكتب الكلمه الثانيه تحت عشان لو فيها شرح ولا حاجه. جنتان، جنتان، جنتان. انت قلت لي يا استاذ، بس اما نكتب هقول لك انت قلت، انا قلت لك ايه وانت فاكر ايه. جنتان، هاخدها يا باشا واحده واحده والله. جا يبقى جيم، جا يبقى جيم على فتحه. جنة، جنة، جنة. الله، ده النون يا استاذ نطقتها لي مرتين اهي. ايوه يا سيدي جميل، اوعى تكتبها مرتين. لا ها، هكتبها ايه بقى؟ برافو عليك، نون وعليها ايه؟ شد، شد يعني نون عليها سكون. طب والنون الثانيه نطقتها ايه؟ جنة، نا، نا، يبقى مفتوح، يبقى شده وفتحه. دي اسمها ايه؟ جنة، جنات، تا 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 تا. ينفع اكتب دي؟ قول لي اي او لا. جنات تا، ولا ينفع اكتب دي؟ ها، انهي واحده؟ برافو عليك دي. طب دي ليه؟ لان دي تاء مفتوحه، ما تنف... طالما في الكلمة لسه ما خلصتش يبقى في قلبها تاء مفتوحة مش تاء مربوطة، لأن التاء المربوطة دي احنا قلنا بتيجي فين؟ في آخر الكلام. وصلك يا حبايبي؟ جنتا، الله، تاء مد بالألف يا أستاذ النهاردة، جميل قوي مد بالألف ده. جنتاني، ني، جنتاني، مش أنت قلت لي يا أستاذ؟ لو اخر حرف نون، اخر حرف نون، المفروض انا بحذف النون عشان ايه؟ اعرف اذا كانت هي تنوين ولا مش تنوين، صح؟ بس خد بالك، حديقة، تن، تن، النون هنا عليها ايه؟ عليها سكون، تن. حديقة، تن، النون هنا عليها ايه؟ سكون، صح؟ يبقى تنوين. ركز معايا، حديقة، تن، ها، النون عليها ايه؟ برضو سكون. انما انا بقول جنتاني، طب لو قلت جنتان، ما هي النون عليها سكون برضو، ماشي تمام، جنتان، هقفلها كده. ولمن خاف مقام ربه جنتا، هي الكلمة بتقول كده جنتا؟ لا، جنتان، جنتاني. ولمن خاف مقام ربه جنتان. يا ريت الكلمات دي يا حبايب قلبي تقرأ كثيرا وتكتب كثيرا. اقرأ واكتب كتير، وطلع لي كلمات من أي كتاب وحاول تقرأها قراءة صحيحة وكتير، وتكتبها أكتر من مرة. كل ده أنت بتساعدني وبتساعد نفسك إنك توصل بسهولة. أنا عايز أوصلك بسهولة على فكرة. عندي في حلقات كتير جدا في الـ في الـ في القناه بتاعتي عن كل حاجه، عن اللام الشمسيه واللام القمريه والالف اللينه وكل حاجه، وحروف الجر واسماء الاشاره والاملاء، وازاي تكتب كلمه، وازاي تكتب كلمه مفتوحه ومكسوره ومضمومه، ازاي تقرا الايه مد بالالف ومد، كل الفيديوهات موجوده عندي. عشان تبحث ما تقوليش بقى انا ببحث بيجيب لي فيديوهات مش بالترتيب. القناه بتاعتي يا حبيبي فيها كذا قائمه تشغيل. انت بتعمل ايه؟ انت الفيديو قدامك اهو، تحت الفيديو بتلاقي صورتي واسم القناه. اضغط على صورتي هتجيب لك كل الايه؟ كل ايه؟ قوائم التشغيل او كل اللي في القناه. اختار كلمه قوائم،
واختار قائمة. انا اثناء القصة في ايه؟ ان انا عامل لك قائمة تشغيل بعض فيديوهات لتحسين خط النسخ، بعض فيديوهات لتحسين خط الرقعة، بعض فيديوهات للإملاء، فيديوهات للقراءة والكتاب، فيديوهات لكون كلمة. أكتر من قناة معمولة، أكتر من قائمة تشغيل. اختار القائمة اللي انت عايزها، هتجيلك كل اللي فيها بالترتيب. وحاول كده ايه تساعدني كده، ولو في اي حاجة تواصل معي على 010-211-69941، ده رقمي الخاص وهو نفسه رقم الواتس. ولاحظ ان الواتس انا بستخدموش كتير لضغوط الشغل عندي والى لقاء اخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على المشاهدة، إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.